يمكن أن تنشأ رائحة الفم الكريهة من مشكلة في الفم أو الجهاز الهضمي أو من عمليات التمثيل الغذائي التي تحدث في الجسم. لذا من خلال هذا المقطع دعونا نلقي نظرة على أسباب رائحة الفم مثل البراز وكيف يمكن التخلص منها. تؤثر رائحة الفم الكريهة تقريباً على نصف السكان، ونظراً لأن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون مؤشراً على مشكلة صحية أساسية، فمن المهم أن تعرف متى تحتاج إلى زيارة الطبيب أو أخصائي الأسنان، حيث أنه في بعض الأحيان يمكن أن يساعدك نوع الرائحة في تحديد المشكلة. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لظهور رائحة كريهة بالفم والتي تشبه رائحة البراز، والتي من أهمها انسداد الأمعاء. قد يسبب انسداد الأمعاء رائحة نفس شبيهة برائحة البراز. إذا كان هناك شيء يمنع تدفق الفضلات عبر الأمعاء، فقد تبدأ رائحة أنفاسك تصبح مثل رائحة البراز. ومع وجود هذا الانسداد، من المحتمل أن تواجه ما يلي بالإضافة لرائحة الفم الكريهة: تقيؤ، تشنج، غثيان، إمساك وانتفاخ. إن الانسداد المعوي يمثل مشكلة صحية يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، لذلك إذا كنت تعاني من هذا المرض يجب عليك استشارة الطبيب، باعتبار أن التشخيص المبكر والعلاج أمران أساسيان. ويعد التشخيص والعلاج المبكر لمشكلة انسداد الأمعاء أمران مهمان للحد من مخاطر تعرض المريض لمضاعفات خطيرة. ولمنع هذا الاضطراب من المهم تجنب استهلاك الدهون والأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالتوابل والابتعاد عن الخمر والتبغ. ويجب شرب الكثير من الماء وتناول الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى ممارسة التمارين البدنية. وهناك العديد من الوصفات البسيطة والتي يمكن استخدامها في علاج رائحة الفم الكريهة والتي تشبه البراز، والتي من أهمها ما يلي: أولاً، القيام بمضغ أوراق البقدونس أو مضغ حبات القرنفل. ثانياً، وصفة النعناع والبقدونس. تعمل هذه الأعشاب الطبيعية على تخفيف الالتهابات ومقاومة الجراثيم والتخلص من رائحة الفم الكريهة. ويتم تحضير هذه الوصفة عن طريق غلي كل من النعناع والبقدونس بكمية من الماء، ومن ثم تصفية الماء والمضمضة به مرتين يومياً. ثالثاً، استخدم فرشاة أسنان جيدة. ففرشاة الأسنان لا غنى عنها لتنظيف الأسنان بشكل فعال، واحرص على شراء فرشاة جديدة كل فترة. رابعاً، اغسل لسانك، لأن ذلك يساعد على التخلص من البقايا والبكتيريا، وقد تؤدي الفرشاة الغرض، لكن يفضل استعمال أنواع الفرش المخصصة لتنظيف اللسان. خامساً، اشرب مياه كثيرة، لأن ذلك يساعد على بقاء الفم رطباً ويمنع جفافه. سادساً، وصفة زيت الزيتون، حيث يتم وضع قطرات منه على الأصبع ويتم تدليك اللثة والأسنان به لمدة 5 دقائق، ثم القيام بالمضمضة بالماء الصافي. في النهاية، احرص على عمل زيارات دورية لطبيب الأسنان للمراجعة والتأكد من عدم وجود أي مشكلات، ولا تتجاهل علامات الخطورة المتمثلة في روائح الفم الكريهة المرتبطة بأمراض معينة.